سابطيف زرين تولي عاد بنقطة ثمينة كما قلت، ثلاثة ديال المباريات خمس نقاط، نقدر نقول سابطيف ربما تغيير ديال المدرب كان في محله الإدارة ديال المدرب الشيطاني، ما كنلقاش من العمل ديال الإسماعيلي، ولكن بالحياة تيكون تغيير تغيير سبب تغيير سبب لا سبب على التغيير ديال الفريق فريق المغرب الشيطاني راه هو تقريبا بطل في التعادلات، هذا هو اللي خلى ان المكتب ولا اللجنه المكلفه يعني بتصريف امور فريق المغرب الشيطاني تغير عبد العلاوي عبد الطيف جريندو، شافت بان عبد الطيف جريندو هو الاصدر والاصدر والاصلح لهذه المرحله. انا لن اتفق مع تغيير المدرب وسط الموسم كيفما كانت النتائج، لن اتفق. هذه وخاصة المغرب الشيطاني ما لعب حتى حاجة، هذه صفة من صفات التخلف الكروي وتبدل الموسم الصيف. نفس الخطأ اللي دارت النهضة البركانية. ولو مدرب ولو بغى يمشي بحاله تشدو أنت صحة؟ الكونتراكت تشدو بصحة؟ لا تشدو هو ولا بغيت تفسخ معاك العقد.